السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة قصة الأوف شولدر الكاملة، كنا عملناها بكتف واحد، النهاردة هنعملها كاملة. ميلو لايك علشان الفيديو النهاردة سهل قوي 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 بإذن الله طبعا، وعايزة تطبيقات، عايزين نحترف علشان نخش نعمل حاجات تانية يا جماعة. مش عايزين كسل، مش عايزين كسل، نبتدي على بركة الله، ولكن ادعموا القناة بتاعتكم. أول حاجة باخد خط بعرض المسطرة علشان اشتغل بعده، علشان اشتغل بعده، تمام. طيب تاني حاجة واهم قياس دايما بقوله هو بين الكتفين، بين الكتفين، الخط اللي هو بين الخياطة دي والخياطة اللي بتكون على اي كتف. ومستحيل بعد ما تعملي الخط ده بالقياس ده انه يطلع الكتف ساقط، مستحيل، تمام. طيب انا لسه ما حطش القياس. طيب القياس اهو، طلع معايا 25، نصها كام؟ نصها 12.5، يعني انا بمشي بنص قياس، تمام. نصها 12.5 اهو يا جماعة، 12.5. زوم يا حبيبة لو سمحتي، نركز في الشغل شوية، تمام. خلاص كده ده نص عرض الكتف، 12.5. القياس ده عمر سنتين، واعملي القياسات دي على ضمانة ام عبد الرحمن وما تقلقيش ابدا ان شاء الله. طيب تاني قياس مهم هو خط الوسط، ولو مش عارفاه بحط حزام في خط الوسط وبقيس من اول الرقبة، بحط حزام في خط الوسط وبقيس من اول الرقبة لغاية خط الوسط، تمام. اهو اداني 21 سنتي، 21 سنتي، وبحطها هنا اهو، وبقسمها بالنص. 21 نصها كام؟ نصها 11.5، نخليها 11 مش مشكلة. طيب قسمت كده القياس بتاعي اهو، اصبح عندي كام خط؟ اصبح عندي خطين. الخط الاول بحط عليه ربع دوران الصدر، والخط التاني بحط ربع دوران الوسط. طيب محتاجة كمان خط كمان، اللي هو ايه؟ اللي هو يا اما طول الجنب ده، الجزء ده كده اهو، يا اما طول البلوزة اللي انت عايزاه، تمام. فانا هقول ان طول البلوزة من اول هنا كده لغاية هنا، انا هقول ان طول البلوزة 35 سنتي، 35 سنتي كويس، او 30 سنتي كمان كويس اهو. طيب 30 سنتي كويس. تعالوا نشوف الخط ده كده قد ايه. الخط ده كده 9 سنتي، لو جينا قسناه هنا هنلاقيهم 9 سنتي اهم، ده خط الجنب، هنلاقيه 9 سنتي هو خط الجنب، تمام. طيب ده كده طول البلوزة، وبحط على الخط ده ربع اكبر حجم، معلش الاطالة بس انا عايزة اشرح عشان لو في حد جديد معانا، تمام. طيب ربع دوران الستر لازم اوقف على الجنب كده، لازم تكون واقفة على الجنب بالشكل ده اهو، تمام. 62 سنتي، وانا باخد القياس انا بسيب حوالي 73 عشان ما احطش زيادات على الورق ولا على القماش، عشان الحاجة تكون مظبوطة. ده اجابة للسؤال بتاعت هنزود كام على القماش. انا ما بزودش حاجة، بحط هنا 1 سنتي للخياطة، ما بزودش حاجة لاني اصلا باخد قياسات مستريحة من الاول، تمام. طيب الخط ده معايا هينزل كده اهو، اهو شايفين بخطوة واحدة حردة الكتف او حردة الابط، تمام. طيب لو البلوزة بتاعتي هنا متكسمة هاخد دوران الوسط ودوران اكبر حجم، لو هي مش متكسمة وجاية على واسع بوصل الخط ده بالخط ده كده بواسع، ما باخدهوش بتضييق، تمام. بس لازم اعرف اكبر حجم قد ايه برضو اهو، اكبر حجم هنا 88، خديها مستريحة 85، انتوا شايفين التلاتة سنتي اللي انا بزودهم؟ انا بزودهم على الباترون بالكامل، شايفين كده اهو، جات مظبوطة والزيادة دي جميلة ما بتضايقنيش خالص، تمام. بس محتاجة اساوي الخط بتاعي. ابدأي، مش مشكلة انك تغلطي، مش مشكلة انك تبوظي ورقة او حتة قماشة قديمة، المشكلة انك تقعدي ما تعمليش حاجة، تمام.
حطيت كده دوران، طلعت دوران كده عشان خاطر ما يبقاش مجنح، تمام؟ ليه بوز. طيب الموديل معايا اهو، مش ناقص حاجة غير اني اعمل دوران الرقبة ودوران الرقبة الاساسي. يعني ايه اساسي؟ يعني اللي هو كده، ده كده 5 سم. لو انا عايزة انزل تاني فانا بنزل براحتي بقى، انا اللي بنزل براحتي، تمام؟ طيب يبقى الدوران بتاعي لو انا عايزة اعمله هيبقى هخليه هنا 7 سم، خليه 7 سم، تمام؟ واخش برضو 7 سم وكده 7 سم عشان يظبط معاكي اهو، تمام؟ طيب لو انا عايزه اعمل هنا، طبعا هنا لازم انزل 1.5 خط مائل، لازم انزل 1.5 خط مائل، ده خط لازم يبقى نازل كده عشان الكتف ما بيبقاش مستقيم. طيب لو انا عايزه اعمل تعديل هنا، اعمل تعديل، عايزه تعملي حماله رفيعه، ممكن نعمل كده اهو، تمام؟ لان انا عايزه اعملها رفيعه، لكن لو انا عايزاها بنفس الطريقه بسيبها زي ما هي. تصدقوا بقى ان الموضوع خلص؟ خلاص كده، ده بطروني خلف والامام. طيب لو انا دلوقتي عايزه اعرف انا محتاجه قد ايه وماش عشان اعمل بلوزه زي دي مثلا لبنتي، محتاجه طول البلوزه اللي انت بتحدديه، يعني ايه طول البلوزه؟ بس طول البلوزه، طول البلوزه، بس هنزود ربع متر بس عشان خاطر نعمل الكورنيش، لكن لو هتعملي الكورنيش من حته تانية مفيش اي مشكله، تمام؟ طيب شايفين كده؟ يعني لو البلوزه نص هيبقى محتاجه نص متر، شايفين كده؟ بشوف تمام، مظبوطه جدا، تمام؟ طيب اهو بتعملي هنا بس زياده علشان خاطر تطولي البلوزه مثلا، عشان التانيه مش عشان حاجه في الطول، تمام؟ وهنا بتاخدي بس زياده للاحتياط. يعني ايه للاحتياط؟ يعني للانقاذ، يعني بفرض لقيتيها ماسكه شويه مش لازم تعملي حاجه بقى، يعني على اخرها، تمام؟ اهو بنكتب على البطرون بتاعنا سنتين، وتحتفظي بيه ما ترميش بطرونات خالص. البلوزه بتاعتنا اهي، تمام؟ دوران الرقبه اهو، والبلوزه بتاعتنا كامله. محتاجه دلوقتي اعمل الاوف شولدر الكورنيش. طيب الكورنيش ده لازم يكون كالوش، دي القماشه بتاعتي. لاحظوا ان انا عملت دوران الرقبه 7 سم، تمام؟ اهو كمان لو عايزه نعمل كده مفيش اي مشكله. الكورنيش عندي انا ما بيفرقش معايا انه يطلع كبير او يطلع صغير، لان انا لكل اللي بعمله كسرات كل ما يديني شكل حلو فوق الصدر، تمام؟ لكن المهم عندي ان انا اظبط طوله، تمام؟ فانا عفوا لو هعمل طوله كده 10 سم، خليها 12 سم عشان يكون واضح، وعلشان كمان اعمل حسابي في التانيات اهو، شايفين؟ تمام. طبعا كل ما كان في كسرات كده كل ما اداني شكل حلو قوي على الستر. تعالوا نشوف الخياطه بقى عشان اخدت من وقتكم كتير. انا هنا اخدت الاكتاف بس خيطتها مع بعضها، دي حاجه سهله، تمام؟ طيب بفتح بس كده الكم اهو، وعندي شريط قصيته. عادي على فكره انا بتعامل مع الشريط سواء بورب او مش ورب، لكن انا هنا مثلا قصيت الكالوش ففضل معايا ورب فانا عملته بالورب، تمام؟ طيب وكمان لو عايزه تعملي من الداخل او من الخارج برضو ما بتفرقش معايا، لان انا في كل الاحوال هقلب الشريط، يعني ممكن اقلبه على الامام او على الخلف اهو، خدناه من الخلف وهنخيطه. بس كده خيطته وباخده على الامام بالشكل ده اهو. القماشه اللي معايا دي فيسكوز بس التمرين، يعني انت اعملي بالقماش المتاح عندك
هتحتاجي بس نص متر يعني ولا حاجه من القماش. ولو لقيتي طرحه في البيت هتعمليها برضو. البلوزه دي ما بتاخدش قماش، عمر سنتين اهو. خلاص كده عملت الاكتاف، شايفين اهو تشطيب الكتف اهو قلبت ما فيهوش اي مشكله. تمام، بقفل البلوزه بالشكل ده. شايفين الجيرو مظبوط ازاي بالطريقه اللي بقول لكم عليها، مستحيل يطلع ضيق. هنقفل بقى كده من ناحيتين. خلاص البلوزه اهي وتنتها، مش فاضل غير الشريط، والشريط بتتنيه من الطرف. ونبتدي نركب من الخلف. طيب علشان الخياطه بتاعتي تكون برضو عند الكتف. شوف كده عشان لما اجي اقلبها. بخيطها بالشكل ده عشان لما نيجي نقلبها فتيجي بالشكل ده. تمام، وانا ماشيه كده اعمل كسرات عشان الاوف شولدر ده جماله في انه يكون فيه كسرات كتير كده على الستر. زوم يا حبيبه كده على الخيط لو سمحتي. شايفين بفضل بقى بالشكل ده الكشكشه كده بتدي شكل حلو وبتدي مش يعني مش شادد اهو. شايفين الجمال والبساطه، سهله وبسيطه خالص. شايفين من الضحك. انا بحب الكورنيش تبقى بالشكل ده، ما تعمليليش واحده مشدوده. تمام، بنعملها كالوش وبنقدر نعمل كسرات زي ما احنا عايزين. وسيبكم الحسابات يعني، اعملي شريط طويل واعملي كشكشه. تمام، شايفين الابط اهو مظبوط. تمام، علشان بس الناس اللي بتقول لك دايما باخد المقاسات وبتطلع ساقطه، ولا ساقطه ولا حاجه. وشايفين مستريحه ازاي، وتقدري تحطي استك كمان هنا لو انت عايزه. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، اللايك واللايك واللايك. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.